السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: الميليشيات تستولي على أراضي أهالي منطقة البعيثة. مشاهدينا الكرام، يمكنكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اندلعت اشتباكات بين عناصر الشرطة الاتحادية وميليشيا كتائب حزب الله في منطقة الدورة ببغداد، وبحسب المصادر الأمنية فإن الاشتباكات حصلت نتيجة رفض عناصر ميليشيا حزب الله تجريف أراضي زراعية زعموا أنها تابعة لهم في منطقة البعيثة بقضاء الدورة، ما أسفر عن إصابة عنصرين من منتسبي الشرطة الاتحادية. بعد ذلك طوقت القوات الأمنية المنطقة وأغلقتها بالكامل، وبالتزامن مع هذا الحادث أعلنت الشرطة الاتحادية اقتحامها ما سمته معسكرا وهميا يحتوي على عجلات وأسلحة ثقيلة جنوبية بغداد دون أن تدلي بتفاصيل أكثر. بالإضافة إلى ذلك، خرج بيان من خلية الإعلام الأمني لم يأتي على ذكر الميليشيا التي فتحت النار على عناصر الشرطة الاتحادية، مما يطرح كثيرا من علامات الاستفهام، هل هو الخوف أم هي التعليمات؟ لا أحد يعلم. ورغم تعهد رؤساء الحكومات المتعاقبة بإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت لدى الميليشيات وإغلاق أنشطتها ضمن ما يعرف بالمكاتب الاقتصادية، إلا أن أيا من تلك التعهدات لم يتحقق، حيث تتخذ الميليشيات من منازل ومبان تعتبرها محجوزة بتهمة تورط أصحابها مع تنظيم داعش بوصفهم مطلوبين، تتخذها مقارا لها فضلا عن سيطرتها على أراض ومشاريع تدر عليها أرباحا شهرية تقدر بملايين الدولارات. دعونا الآن نعود بكم إلى اللحظات الأولى للاشتباك المسلح الذي وقع بين الشرطة الاتحادية وبين ميليشيا حزب الله لنشاهد. ارجع ابو الناقل هذا، خليه يرجع شويه سيدي. مصاب ظل ينزل، مصاب عنده ثاني، مصاب ثاني. ارجع ارجع هذا بالناقل، رجع رجع. مشاهدينا، طبعا احد اهالي منطقه البعيثه في بغداد تحدث ووصف عمليه الاستيلاء على اراضيهم في المنطقه من قبل ميليشيا حزب الله. دعونا نستمع الى ما الذي قاله هذا المواطن بشأن عمليات الاستيلاء المستمرة من قبل الميليشيات، ثم نعود. هسه جاي يصير، جاي يوزعون بالاراضي، ياخذون الاراضي يجرفون النخل ويوزعوها قطع ويبيعوها. فاحنا حاليا جمي قبل تقريبا 15 يوم هددوا العالم، يعني قسم كبير من الاراضي اخذوها وصادروها تحت تهديد السلاح، وحاليا احنا يعني باقين كل واحد خارج بيته. عواديد اللي ياخذونه يحطون قدامه سلاح، وياخذونه يحطون قدامه مخدرات ويصورونه، ويعسر تحت التعذيب، يقول انا ارهابي وانا تابع المجاميع مسلحه، يسامونه بهذا هذا الشيء مقابل ان تتنازل الارض او راح نخليك انت شلون نقول يعني ضمن داعش، ضمن منظومه داعش. استمعتم مشاهدينا اذا الى حديث هذا المواطن، احد المتضررين من استيلاء الميليشيات على أراضيهم في منطقة البعيثة. كيف تفبرك هذه الميليشيات التهم؟ كيف تجهز التهم على مقاس الأشخاص الذين ينوون السيطرة أو الاستيلاء على أراضيهم؟ كيف أن تهمة داعش وتهمة الإرهاب هي الشماعة التي تتخذها وتستخدمها الميليشيات في سبيل سرقة المال الخاص والمال العام كذلك؟ دعونا الآن نستمع لرأي السيد أحمد من ألمانيا بشأن موضوعنا لهذا الأسبوع. تفضل سيد أحمد، حياك الله. السيد أحمد من ألمانيا،
وعليكم السلام ورحمة الله. هناك صوت يتردد، ولكن أقول موضوع بمفرد، موضوع التي حدثت خلال الأسبوع الماضي من تصريح الرئيس الأمريكي سيد بايدن في العراق تمديدا، ومن تصريحات السفيرة الأمريكية الواضحة جدا والقوية جدا، والتي يعني صفعت الإطار التنسيقي صفعتين، وصفعت الولائيين صفعتين. الأولى بأن قالت بأن الشعب العراقي لا يريد أن يكون تحت حكومة تديرها الميليشيات، والصفعة الثانية هي أن التواجد الأمريكي في المنطقة مستمر وربما سيتمدد. هناك ضغوطات كثيرة جدا أنا أعلمها علم اليقين على الميليشيات الطائفية في جرف الصخر. واحدة من النقاط الرئيسية في قرار تمديد حالة الطوارئ بالعراق هو أنه يعني لا يعني لا يحق لأي دولة أخرى أن تقيم. طيب سيد أحمد، اربط لي اللي ده تتفضل به مع موضوعنا لهذا الأسبوع. هذا ولى الضغط كبير جدا على الميليشيات في جرف الصخر، وحدث الضربة للميليشيات الطائفية في فجر يوم الخميس الماضي، وبالذات لحسين مؤنس، وأصيب فيها لبقرات لحزب الله العراقي في جرف الصخر. والآن يحاولون حزب الله العراقي أن يجد مواقع بديلة، أن يعمل إعادة انتشار لقوات المتواجدة في جرف الصخر. لذلك هم يحاولون الآن بشتى السبل أن يكونوا قريبا من بغداد، وأن يعني أسهل منطقة يعني هو السؤال سيد أحمد، هل يمكن ربط الأحداث التي تجري بقضية استيلاء الميليشيات سواء حزب الله أو غيرها على أراضي المواطنين أو على الممتلكات العامة، هل يمكن ربطها أو حصرها فقط بجزئية القرارات الأمريكية ومخاوف الميليشيات من فقدان جرف الصخر وتسعى إلى التوسع، أم أنها سياسة عامة متبعة بغض النظر إن كانت قضية جرف الصخر موجودة أو التصريحات الأمريكية؟ هي رغبة بالاستيلاء على أراضي الناس، هي رغبة بالتملك أكثر بالطريقة غير القانونية بفضل قوة السلاح وبفضل غياب القانون ودعم الدولة أو ضعف الدولة. لا يخفى على أحد أن السلاح المنفلت هو السبب الرئيسي لحدوث مثل هذه الأمور، ولا يخفى على أحد أن الضغط عليهم في جرف الصخر هو الذي دفعهم إلى محاولة الاستيلاء على المناطق القريبة من مطار بغداد الدولي لكي يكون لديهم تأثير أكبر على قوات التحالف. هذا أمر رئيسي بالمشكلة. الآن هم في فوضى، لا يعلمون أين يتوجهون، إلى صحراء السماوة أم إلى حزام بغداد أم إلى ديالى. لديهم ثلاث مناطق فقط. أنا على يقين تام أنه ستحدث هكذا أمور أيضا في ديالى خلال الأيام القادمة، ولربما حول في الطارمية وهذه المناطق. سؤال سريع الأخير لحضرتك، بالنسبة للاشتباك المسلح الذي وقع ما بين هذه الميليشيا وما بين الشرطة الاتحادية، لم تعترف الحكومة ولا خلية الإعلام الأمني بشكل صريح من هي الجهة التي أطلقت النار، لم تسمها، خرجت ببيان عام، بيان حقيقة يعني سطحي، ولم تتعمق بتفاصيل هذا الحادث الذي فيه اعتداء على الدولة، فيه اعتداء على القوات الأمنية، فيه خرق واضح للقانون. لماذا لم نرى هذا التجيش المعتاد من قبل الآلة الإعلامية ومن قبل الآلة العسكرية صوب هذه المنطقة وصوب الجهات التي حملت السلاح والتي أطلقت الرصاص؟ أخي، لا توجد دولة بالمعنى الحقيقي، هناك دولة ميليشيات وعلى رأسها دولة حزب الله في العراق. وأما المناطق هذه فهذه مناطق أهل السنة، من المناطق المنكوبة. هذه تستخدم كحقول تجارب لإظهار سطوة الميليشيات، لا أكثر ولا أقل. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد أحمد من ألمانيا. معنا السيد أبو عراق من الفلوجة، تفضل يا أبو عراق، حياك الله. السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. والله يا أستاذ محمد، نحن ما حكينا وقلنا يا أبا ترى هاي نعم أبو عراق، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد أبو عراق من الفلوجة. طيب معنا السيدة أم محمد من كربلاء، تفضلي يا أم محمد.
أم محمد. سيدة أم محمد، إذا كنت تسمعينني أرجو من حضرتك بس أنه تخفضين صوت، تخفضين نص صوت التلفزيون أم محمد، نص صوت التلفزيون. صار تفضلي. ألو. تفضلي يا أم محمد. أهلا وسهلا. أنا محمد بن كربلة. نعم أهلا وسهلا. أخوتي ثلاثة، ولدي هسارد، ولدي اثنين طبق راحوا إيدي بإيد بال97. نعم. وسوت معاملة حسب الضوابط الرسمية، اثنينهم بالجيش العراقي استخبارات. نعم. واحد خريج أكاديمي محمد. نعم. وحسام طالع تو من الجيش، ومحمد لبس. نعم. يعني بال97 راحوا جريمة منظمة، وعدي أوراق وعدي مستمسكات وردت أطلع لهم حقوق رفضوهم. ما زال هم بالجيش العراقي استخبارات الجيش العراقي. نعم. قريب الثاني وحسام هيك ثالث متوسط. نعم. هذول كل حقوق ما لهم. عدي أخويا محمد بكربلة. نعم. هم راح بال78 76 إسماعيل راح. نعم. الجيش العراقي تسلل داخل الجيش. طيب. وبالمشجب مال الأسلحة حرقوه وجابوا لنا اياه، وانا اتهمت هذا ما محروق، جاني تبليغ. والجاب بالاستخبارات الجيش العراقي اخوي اسماعيل وولدي هم بالجيش. اخوي اسماعيل من جابه؟ ما جابه عسكري انضباط عسكري، جابه شرطه من الشرطه، والشرطه ثبتتهم بالداخليه تمرد وخيانه. المفوض الشرطي اللي قتل اخوه محمد. طيب سيدة أم محمد، بس حتى أفهم من حضرتك، يعني أنت دا تسعين إلى الحصول على تعويضات مدى ينطوج؟ ولدي استخبارات الجيش العراقي دفاترهم بجيوبهم وجوهم ليلة وروح عليهم. أنا عدي تحقيق وعدي مستمسكات وتطبيق وقرار. طيب. نعم. قرار يعني تطبيق بشوف، وكل حقوق ماكو، وين ما نروحهم يطولنا رفض. انا هسه ولدي اثنين استخبارات الجيش. ليش ينطوك رفض يا ام محمد؟ ليش؟ ام محمد اعطاهم رفض بكربله. ليش؟ وانا هسه قاعده بخرابه. نعم. بخرابه وحيده فريده، وحاطه بس الصور. اخوتي سياسي عندي بحضر تحقيق ومقابله الوزير سمير عبد الوهاب السيخني، وكل حقوق ما انطاني. طيب. وقاعده بخرابه وقف ومريضه، وكل احد ما علي خالي الصور ومقابله الصور وقاعده، وكل حشرات البيت وسوته. الله يكون بعونك. الله يكون بعونك الشيخ. نعم. هذا اسمه الشيخ عبد المهدي، سوت معامله وقع لي بيها على ابسط الحقوق، وجو مهندسين اثنين للبيت شافوا البيت على حسب الاصول. طيب. وما مشت المعامله. نعم. المعامله ما تماخذيها المطيها مدير بوك سرقه. طيب سيده ام محمد من كربلاء، انا طبعا اشكر حضرتك ووصلت الفكره ووصلت الرساله. امراه عراقيه مثلها، شكرا جزيلا. شكرا ام محمد. امراه عراقيه مثلها مثل كثير من النساء العراقيات بلا معيل، مظلومه، عندها إثباتات تقول بأنها بلا معيل، ومع هذا لا توجد أي مساعدة تأتي من الدولة. حتى بكلامها لجأت إلى المرجعية أو ممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي يبدو، ولم تحصل على أي مساعدة من قبل هذه الجهة الدينية أيضا. وهذا السؤال الذي يطرح، لماذا لا يزال في العراق هذا العدد الكبير من النساء التي يعيشن بلا معيل؟ وأين الحكومة وأين أموال العراق التي تقدر بالمليارات، أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار دخلت إلى خزائن الدولة العراقية بعد 2003، وينها؟ عادل عبد المهدي كان يتحدث سابقا في لقاء يقول بأن نثريتا تصل إلى مليون دولار شهريا تذهب إلى المنافع الاجتماعية وإلى خدمة الناس وإلى مساعدة الفقراء وغير طبعا الكثير من المسؤولين الذين صرحوا بهكذا تصريحات. أين هي هذه الوعود؟ أين هي هذه الأموال؟ لو كانت فعلا تنفق على الفقراء هل كنا لنشاهد فقراء في العراق؟ عموما نعود إلى موضوعنا مشاهدينا الكرام. كما قلنا لحضراتكم، اشتباكات وقعت بين ميليشيا حزب الله وبين الشرطة الاتحادية في منطقة البعيثة
في الدورة ببغداد بسبب نزاع على أراضي استولت عليها ميليشيا حزب الله من الأهالي من أبناء المنطقة. هذه الاشتباكات قادت إلى وقوع إصابات بين أفراد الشرطة الاتحادية. بعد هذا الحادث دخلت سيارات للميليشيا ميليشيا حزب الله بحسب المصادر وبحسب ناشطين تداولوا هذه المقاطع بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا بأنها للميليشيات ميليشيا حزب الله، دخلت من إحدى السيطرات الأمنية وقامت بإطلاق النار بشكل عشوائي، وأيضا حدث اشتباك أخف من الذي جرى في البعيثة. لكن دعونا نشاهد هذه اللقطات التي تثبت أيضا بأن القوات الأمنية للأسف ضعيفة، ضعيفة أمام الميليشيات. إذا كانت هذه هي القوات الأمنية التي يناط بها حماية الناس ضعيفة هكذا أمام الميليشيات، من الذي سيحمي العراقيين إذن؟ لنشاهد هذه اللقطات ثم نعود. كما تابعتم مشاهدينا إطلاق الرصاص بهذه الطريقة، عدم الاكتراث لوجود قوات أمنية، بل هم أيضا يستخدمون العجلات، يبدو عجلات حكومية كذلك يعني، وبيزي أيضا يبدو زي حكومي. يعني ما هذه الدولة؟ ما هذه الحكومة؟ ما هذه القوات الأمنية؟ أين هي القوة العسكرية التي تمتلكها هذه الدولة والتي قيل إنها أنفق عليها أكثر من 180 مليار دولار منذ عام 2003 لغاية عام 2019؟ نستمع إلى رأي السيد أبو عراق من الفلوجة، تفضل يا أبو عراق. السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أستاذ محمد منين أبديلك؟ أبديلك هاي الميليشيات ما أدريها أقوى من الحكومة، فخلي تبشر بها الشعب العراقي. خلي جديال الشعب وبيها بصلاح الدين يا أستاذ محمد. نعم. هسه احنا أنا خاف أطلع من الموضوع. يعني محمد هسه جاي الى اشدود يقول نصرة المسجد الاقصى. بالله عليك هسه ذولا يهود جاي يحاربون الاسلام، فكيف اذا مسلم جاي يحارب مسلم؟ نعم. يوم طالعين ان هذا حزب الله وهذا جماعه الله وهذا، والله بريء من عجهم. يا استاذ محمد والله الشغله بيد الشعب العراقي مو بيد الحكومه. إذا ما يتوحد الشعب العراقي ويصير إيد واحدة، ولا هاي الحكومة حمي حكومة تخاف من عجوب يا أستاذ محمد. ما كانوا يطلقون صواريخ على بيوت رؤساء الوزراء لو أنا غلطان. صحيح. حمي الشغلة يهم الشعب أستاذ محمد. نعم. الشعب يتوحد يصير إيد واحدة يتحالف بالشوارع هذول كافي عاد عمي. يعني توسل بيهم شنو؟ وعيب وخزي كافي. والله صرنا مهزله يا استاذ محمد. ابو عراق ده. اذا كانت املاك العراقيين تسرق في وضح النهار وامام اعين الجميع بهذه الطريقه من قبل الميليشيات ومن قبل الاحزاب، والحكومه ضعيفه يعني قواتها تشتبك مع هذه الميليشيات ويطلق عليها النار ويصاب افراد من هذه العناصر الامنيه الحكوميه، من اللي راح يحمي ممتلكات العراقيين؟ من اللي راح يحمي المال العام؟ من اللي راح يحمي ممتلكات العراق العامه إذا كانت هي مستباحة بهذه الطريقة والحكومة حتى تخاف تذكر من هي الجهة التي أطلقت النار؟ بيان من خلية الإعلام الأمني حقيقة مخجل، ما ذكروا به حرف واحد يتعلق به الجهة اللي قامت بإطلاق النار. يخافون، متورطين، إدهم أجتهم تعليمات، شنو برأيك؟ أستاذ محمد إذا سمحت لي ولو خاف تزعل عليه، وإحنا هذا أنا أرجع وأقول لك الذنب الشعب العراقي. تتذكر أول ما طبتنا أمريكا من فتحة المصارف وفتحة شلون العالم قامت تنقل بالغراض يا أستاذ محمد؟ شلون نسيناها؟ وهذا الذنب يتحمل الشعب العراقي أستاذ محمد.
أما إذا نعول على الحكومات يا أستاذ محمد، الحكومات لك 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 لا أعضاء لك هي ولا على الشعب العراقي أو العراق. عمي ما هم نفسهم رؤساء الوزراء، هم باعوا العراق عمي، باعوا للدول مو مسيرات، ترى التركيا والسعودية والكويت الكل باعوا. بالمناخر صفحة من عندهم. أنا أشكرك. نعم لا تفضل تفضل إذا عندك مناشدة تفضل. أستاذ محمد أنا أشد الشعب العراقي أقول له إذا ما تفكر بروحك تفكر من وراك، عمي أطفالنا مصيرهم وين؟ وأنا أشكرك. شكرا جزيلا سيد أبو عراق من الفلوجة. معنا السيد أبو زينب من النجف، تفضل يا أبو زينب. أبو زينب السلام عليكم. عليكم السلام، إذا تسمح أخفض صوت التلفزيون لو سمحت. أنا منزل الصوت الأخير. تفضل يا أبو زينب. قيل قديما إذا عرف السبب بطل العجب. نعم. إحنا هنا ما نجي إلى الروافد أو إلى المصب، لازم نروح للمنبع. نعم. أساساً إحنا من نسمع يقول رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة. طيب أين قيادتك العامة للقوات المسلحة؟ وأين وزير الدفاع؟ وأين وزير الداخلية؟ نعم. حصر السلاح يجب أن يكون بيد الدولة في كل دول العالم. صحيح. ماكو دولة عندها 20 جيش. كل جيش يمثل له حزب، كل جيش يمثل له جهة، كل احنا بالنهاية عراقيين، عرب ولا اكراد ولا تركمان ولا مسلمين ولا مسيح ولا صابئة ولا يزيدية ولا سنة ولا شيعة. يعني انا بالنجف من اشوف ينتهك بيت او حرمة دار او حرمة امرأة بالرماد، يعني اتأذى بغض وذا سنية ما يهم شرفي. نعم. او بديالة او بالموصلة او باربيل او بالبصرة. نعم. ما بالنهاية عراقية، احنا نوحد صوتنا ونقول اولا انا عراقي. نعم. ثم يقول لك ولا تزر، الله بالقرآن يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى. بغض النظر عن ذكر المناطق، في اي مكان صار مثلا عصيان، تمرد، ضرب قوات امنية، اعتداء على كذا بمجموعة شاذة، انا ما اجي اضرب الاول والتالي. نعم. ومن انتهت المسألة العسكرية معاهم وكذا وطهرت المنطقة، يعني ما اجي احتل ارضهم، ما من حقك عاقب المسيء حسب اساته، اكو محكمة واكو قانون اقدم المحاكمة، شنو نوع العقوبة اللي يستاهل عليها بحسب طيب. القانون. سيد ابو زينب، بالمشهد اللي شفناه بالبعيثة الميليشيات تطلق النار على الشرطة الاتحادية، الحكومة اللي هو القائد العام للقوات المسلحة، المفروض الحشد وكل ما يتضمن من ميليشيات هم تابعون المفروض وفق القانون اللي أقر في البرلمان بأنه تابعين للقوات المسلحة الرسمية، للقائد العام للقوات المسلحة. طيب عندما نرى بأنه ميليشيات تطلق النار على القوات الأمنية بالبعيثة وهناك عمليات سيطرة على أراضي وعلى مناطق كاملة تمنع حتى القوات الأمنية من دخولها وممنوع السياسي وممنوع رئيس الوزراء، ذولا ما يعتبرون خارج القانون؟ ليش ما نشوف تحرك عسكري حكومي رسمي تجاه هذه العناصر اللي هي أثبتت أن هي خارج عن القانون، أثبتت أن هي غير متصلة بالقائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي يقع عليها ما وقع على داعش؟ أستاذ محمد تفضل. مثل ما قال الأخ اللي قبلي ما أعرف فلوجة أو كذا، يعني إذا هي الحكومة أو الدولة ما قادرة أن تحمي نفسها، نعم، شلون راح تحمي الشعب؟ ها؟ نعم. يعني شرطة نشوفهم بناقلة الأشخاص المقرعة خاتلين ويتراجفون وبعضهم أصيب والدماء تسيل من عده، زين هذا المواطن المدني العادي شو يسوي؟ صحيح. المسلح شو يعني؟ لازم بالحالة انه كل مواطن عراقي يشيل له رشاشه يلا يروح يتسود او يروح للدائره يروح كذا، هاي ما تطلع حياه يعني، هاي مافيات، هاي الكابوني، هذه همو مثلهم، يعني صرنا مهزله والله العظيم. وين سلطه الدوله اللي يحكون عليها وهيبه الدوله؟ وين هيبه الدوله؟ انت داخل دولتك داخل شعبك ما عندك هيبه، انت تمارسها مع دول الجوار،
هاي مهزلة المهازل. أشكرك. يجب حصر السلاح بيد الدولة. شكرا أبو زينب من النجف، كلامك واضح وصريح ومباشر. نستمع إلى رأي السيد أبو حسين من ميسان، تفضل يا أبو حسين. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله مناشد من خلال قناتكم المحترمة، احنا هذول أصحاب الرعاية الاجتماعية. نعم. والله شيء غريب، احنا كيف أي سيد نتأمل به خير نقول راح يزودنا 25-50 ألف، احنا كل شيء ما يصير، بس لسه والله وكيلك يعني بالقوة يسد لهم حاجة. نعم. احنا لحد الآن ماكو شيء رسمي، واحد يقولك وزيادة، واحد يقول ماكو، ما استفهمنا الوضع شنو. يعني مو ظلم يا أبو حسين إنه مواطن يعيش في بلد مثل العراق هذا اللي بيه مليارات يدور على 25 ألف بالشهر؟ والله العظيم أكبر ظلم، وأكبر ظلم شريحة هاي من الرعاية الاجتماعية. الطبيب يجيب لك ملابس، والله مشكلة. يطلعون بالتلفزيون ذول السياسيين وزعماء الأحزاب يقول لك الفقر كذبة، واحد ثاني يقول لك لا دولة مثلكم، انتم عايشين ببريطانيا الظاهر او بدبي، انتم ما تدرون النعيم اللي انتم عايشين به. والله العظيم كلهم كلاوشيه وناس جايين على مود يموتونا من الجوع، الله وكيلك يعني ناس هدي يعني لا وصل يعني بيهم حد يعني يحبون الفقير على هاي ال 525 يقول لنا نخفضها، يعني شو يخفضون منها؟ الله يعني شو يخفضون منها بعد؟ شو يبقى بها؟ نعم نعم. سيد ابو حسين انا اشكرك ووصل صوتك ان شاء الله. هذه المسرحيات المسمات الرعاية الاجتماعية ودعم الطبقة الفقيرة والشريحة المظلومة مجرد دعايات، وحتى الأرقام اللي تعطى إلى الفقراء أرقام حقيقة مهزلة. يعني تخيلوا في عام 2023 وفي ظل الغلاء اللي يعيش العالم والعراق أيضا، واحد أو عائلة يحصل الفرد منها على يقول لك أبو حسين احنا نريد 25 ألف. 25 ألف دينار عراقي شو تسوي؟ شو تسوي للعائلة المكونة من 5 أفراد، أو حتى 125 ألف اللي ينطوها أو 250 ألف اللي ينطوها؟ إيش ممكن تسوي أو إيش ممكن تقدم إلى بلد المواطن محروم منه بي من الكهرباء، ما عنده كهرباء ولا حصة تموينية ولا عنده خدمات تقدم له لتسهل عليه حياته، وبالتالي نقول المبلغ ممكن يكون هذا شيء إضافي، لكن هو محروم من كل شيء، يضطر إلى شراء كل هذه الأشياء اللي تكلمنا عنها، كهرباء وغاز ومي وطعام وغيرها ومدارس طبعا والتزامات وصحة، وقضية كبيرة جدا. إيش ممكن يكفي هذا المبلغ البسيط؟ السيد أبو أحمد من بريطانيا، تفضل يا أبو أحمد حياك الله. ألو أبو أحمد حياك الله، تفضل. السلام عليكم. وعليكم محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، أكو في الحقيقة يجب أن يفهمها حقيقة مؤلمة يجب أن يعرفها الشعب العراقي، وهي أن المسيطر على الملف الأمني بالعراق هو نور المالكي وهادي العامري وفالح الفياض. هذا لا وزارة الدفاع ولا وزارة الداخلية ولا أمن الوطني، هذه حقيقة. هذا ما هذا تم تأسيسه بعد السلام نور المالكي لأول رئاسة وزراء. دول أسسوا هاي الميليشيات حتى تحافظ على عروشهم، لأنه إذا صار جيش وصار شرطة ممكن بأي لحظة يتحد مع الشعب ويسوي انقلاب عليهم. لذلك أسسوا هذه الميليشيات اللي هي صوتها أعلى من صوت الأمن والمخابرات والشرطة وكل المسميات الأخرى حتى يبقون في عروشهم. فلذلك ما يجري في العراق الآن مؤلم ومؤلم إلى أبعد الحدود. يعني انه انت تشوف ميليشيا تيجي تدخل لاي مكان لاي مكان ما عندها خط احمر، كل نعم. الخطوط عندها لاي محافظه ممكن تدخل على اي محافظه على اي شخص، ماكو حصانه عندهم لاي واحد، كلهم بامر من نور المالكي وهادي العامري. فلذلك لا تتامل الامور تمشي بالاتجاه الصحيح. نعم. يعني الاخ ابو عراق الله يحفظه يطلب من الشعب، يا شعب الشعب شو يقدر يسوي قضيه؟ كل سهوله يتهموه 4 إرهاب ويذبوه جوه. وهواية أكو روايات، ما أقدر أطول عليك لأن كده أكيد متصلين هواية برنامج كده، في روايات وهاي روايات حدثت في العراق. إحنا بس نريد يعني نسأل بالموضوع اللي صار بقضية البعيثة، وهي مثال يضرب على أمثلة كثيرة تحدث بالعراق بشكل مستمر، عمليات الاستيلاء، مو بس الميليشيات المسلحة اللي تحط إيدها على أيدي على أراضي الناس الأملاك الخاصة، الأملاك العامة أيضا رايحة بيها، بل حتى الجهات الدينية
استغلت صحيح. استغلت القدسية اللي صارت لها واستغلت الخوف خوف الناس انه ما حد يقدر يقرب لهم وضعف القانون انه قاموا يستولون ايضا على املاك الناس بكربلاء والنجف ومحافظات اخرى. اكو عمليات طرد، عمليات تهجير، عمليات استيلاء على املاك الناس، طرد الناس من بيوتها وغيرها وغيرها من قضايا كثيره. نعم يعني شلون راح تتحقق العداله واحنا عندنا هذه الفوضى اللي نشوفها اليوم؟ استاذ محمد اي عداله؟ انت الى جامعه البكر للعلوم العسكريه اعظم جامعه بالشرق الاوسط يستولي عليها، ما ادري اقول يستولي عليها الافندي ومو افندي ومعمم العين حسن الشامي وسويها جامعه الصادق. لك اي صادق ايش اسمه؟ هذه الجامعه تاسس ماجستير ودكتوراه في الاركان، اعظم جامعه بالوطن العربي. هذا ابسط مثال احكي لك عن هذا الموضوع. يعني شنو على شنو بيت وشنو قطعه؟ تدري انت اكو بعض المناطق بالنجف وكربلاء حطوا ايدهم عليها اصابع اهل الحق والبقيه بحجه او باخرى. ليش؟ لان مدعومين دعم مطلق من شلون اسم اهل الحق كذب. لا اهل الباطل هذه، لا هذه مندي من عنده، هذه اسسهم نور المالكي من مجموعه من الخارجين عن القانون اللي يكون ولائهم المطلق له. طيب. ما يعرفون لا عراق ولا أمريكا. أنا أشكرك سيد أبو أحمد من بريطانيا، شكرا جزيلا للمشاركة. ويانا حسام من بابل، تفضل يا حسام. هشام تفضل يا هشام. هشام من بابل. السيد هشام من بابل هل تسمعني؟ موجود هشام إذا تسمعني؟ طيب فقدنا الاتصال او هشام غير جاهز. السيد ابو علي من الديوانيه تفضل. السلام عليكم ورحمه الله كريم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبي اللي من ميسان يقول بكي زود لنا 25,000 اي لان يعني هي الرعايه خلينا نعطيها للدوله ما اريدها. طيب بس يعطونا صحه ويعطونا كهرباء مجانا. نعم يعني شي يصير بيها؟ ما يصير بيها شيء. زين انتم لا تعطونا 100,000 فطلعونها علينا سم كهرباء 500 بالشهر، ماي 500، تعال هسه مدينه غماس ناحيه غماس 80% عايشه على الرعايه يعطونهم 100,000 بس قول لهم تعالات الشهر من ياخذونها من عندكم شلون؟ طيب بالصيف 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 يحطون سياراتهم قص الكهرباء طيل مليون دينار، اخذوها الرعايه لكم ما نريدها. لان غماس منطقه منكوبه زراعه انتهت بها قطعوا عليها الماي وكلها هسه عندهم قانون جديد يقطع عنا الكهرباء ويدبه بالسجن. تعال ادفع مليون دينار مليونين يعني بروح عليك منين احنا ناس فقراء بغماس. ابو علي اخذوا منكم الرعايه واخذوا منكم اراضي واخذوا منكم بيوتكم واخذوا منكم ممتلكاتكم. اليوم الموضوع مرتبط باليده تتفضل به سرقه كل ما يملك المواطن العراقي. اللي صار بالبعيثة واللي صار بمحافظات ثانية واللي دي يصير بشكل مستمر، شنو رأيك بيه أبو علي لما تجي جهة عندها سلاح اليوم ميليشيا حزب الله باكر العصائب عقبة بدر وغيرها تجي تحط إيدها بقوة السلاح على أراضي الناس وتطردهم، هذا شو تقول عليه؟ حبيب الكريم بس خلنا خدملك القانون يطبق على الفصل. لا ياخذ له 50 متر يقعد بيها بالنجف تنوع عليهم فلشوا على رقابهم. يحكون وياها زين احنا ايش عندنا بالعلاقه؟ احنا مو خوفنا على اكل لو خوفنا على راتب. والله عم الخوف على اعمار الله وكيلك. انا بالنسبه لي اخابركم اخاف بيساعد ابونهم على الشغله. يعني انقص من حكومة صدام الله وكيل، انقص من صدام واتعس من صدام. نعم ونعلك الله عليهم وعلى صدام وعلى وزير الكهرباء والسودان الكذاب اللي يقول انا فقير واقول للفقيرين لا والله انا طلعت كذاب. طيب انا اشكرك سيد ابو علي من الديوانيه، بس يعني نتحفظ شويه ونحاول دائما نهدي اعصابنا لانه اكو ناس تشاهد فبعيدا عن التجاوزات. ويانا السيد هشام من بابل، تفضل يا هشام. السلام عليكم اخوي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخوي ليش هذا المتصل الذي يشتم النظام السابق؟ ليش؟ طيب شو اللي مسوي؟ يعني منذ سقوط النظام السابق
في العام 2003 وما زال الشعب العراقي يشتم صدام. ليش يشتم صدام؟ شو مسوي؟ طيب. يعني هم من نظام سيد هشام فقط. سيد هشام، بس بعيدا عن هذه الجزئية، الرجل احنا قلنا انه نرجى يعني يرجى التحفظ على الالفاظ ويعني نبتعد عن هذه التجاوزات، بس تكلم لي اليوم عن موضوع الحلقة حتى لا نطب انه كل واحد يتصل يرد على القبلة، احنا حتى لا نسويها مناكفات ومناوشات. اللي صار اليوم واللي يصير كل يوم بالعراق هو استيلاء مستمر من الميليشيات على أملاك الناس، تتجاوز على الأملاك العامة وعلى الأملاك الخاصة، والحكومة دا تتفرج، قواتها الأمنية يعتدى عليها وساكتة، والقانون ما دا يتكلم ولا دا يتحرك تجاه هذه الميليشيات. برأيك إذا استمر الوضع على ما هو عليه اليوم، يعني من اللي راح يحمي أملاك العراقيين باكر؟ الحكومة، حكومة هذه العصابات ضعيفة وكل أجهزتها ضعيفة، والماسك القوة اليوم هذه الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران. إيران هي جعلت هذه الميليشيات الإرهابية سواء الحشد الشعبي أو سرايا السلام أو أي ميليشيا إرهابية تكفيرية. نعم صحيح انه ايران هي اللي تقدم وهي تمول وهي تسلح وهي تجعل لها العصابات القذره الباسده قويه. لا. فعلا يعني بل هذه الميليشيات اذا ان بقيت ستدمر وستنهب العراق وتفني العراق وتفني الشعب العراقي بالكامل. اي والله اخوي. شكرا. نعم انا اشكر حضرتك سيد هشام من بابل، شكرا وصلت الفكره. خلونا نشوف مشاهدينا الكرام بعض المعلومات المتعلقة بميليشيا حزب الله، نشاطاتها وقوتها العسكرية وهذا التنامي المستمر، وحكومة أو حكومات عاجزة عن التحرك ضد هذه الميليشيا. الكل يعرف بالعراق صار بالانتهاكات اللي ترتكبها والتجاوزات الغير قانونية، ومع هذا ما حد دا يحرك ساكن. خلونا نشوف في هذا التقرير الانفوغرافيك ثم نعود ما الذي يتعلق بميليشيا حزب الله في العراق. تابعنا وتابعتم مشاهدينا يعني ما الذي يتعلق بهذه الميليشيا ونشاطاتها في العراق، مثلها مثل ميليشيات أخرى موجودة أيضا وتعمل ولها نشاطات في العراق وخارج العراق، تثير الذعر وترهب العالم وتسرق الممتلكات وتسرق المال العام وتهدد العراقيين ليل نهار، ومع هذا الحكومة ساكتة وتتفرج، بل تلتقي بقيادات هذه الميليشيات وتعطيهم التبجيل والتعظيم في وسائل الإعلام. وحقيقة يطرح هذا الموضوع سؤال أنه إذا كانت الحكومة حكومة السوداني أو اللي قبلها أو اللي قبلها بعد 2003 إلى هذه اللحظة كلهم وعدوا بحصر السلاح بيد الدولة، من سيتم حصر السلاح؟ من سيؤخذ هذا السلاح؟ من هي الجهات التي ستجرد من أسلحتها؟ كل رؤساء الوزراء اللي جوي بعد 2003 وعدوا بسحب السلاح وسيطرة الدولة على السلاح المنتشر في العراق، ولكن لغاية هذه اللحظة لم يجد المواطن العراقي أي تحرك جاد
وحقيقي من قبل هذه الحكومات تجاه الأسلحة المنتشرة اليوم في العراق. العراق مصنف من ضمن أكثر الدول في العالم اللي يمتلك شعبها السلاح اللي منتشر. طبعا احنا ما نتكلم عن شعب المواطنين العاديين، احنا نتكلم عن عشائر، نتكلم عن ميليشيات، نتكلم عن جهات خارجة عن القانون، جهات تثير الذعر والإرهاب في العراق. المواطن العادي مغلوب على أمره، يعني واقع بين الدولة القمعية، بين الميليشيات القمعية، بين العشائر ونظامها التعيس حقيقة، اللي يثير أيضا مشاكل اجتماعية كثيرة. وهذا الموضوع يؤدي إلى إثارة فوضى بشكل مستمر. لا قانون قادر على الوقوف بوجه هذه الميليشيات، لا قضاء. شفنا وسمعنا مواقف وأحداث معينة حدثت بإلقاء القبض على مجموعة تابعة للميليشيا حزب الله متلبسين بأسلحة، مجاميع أخرى قامت بإطلاق النار واستهداف السفارات والمنطقة الخضراء، حاولوا كذلك الدخول إلى المنطقة الخضراء ومحاولة اغتيال مصطفى الكاظمي واحدة من الأمثلة، وأمثلة كثيرة على التجاوزات المستمرة من قبل هذه الميليشيات. لكن لغاية هذه اللحظة لم يكن هناك أي تحرك جاد من قبل الحكومات المتعاقبة. عندنا مثال آخر مشاهدين الكرام لعمليات الاستيلاء على الأراضي وممتلكات المواطنين والأملاك العامة التي تقوم بها ميليشيا الحشد. هذه المرة جئناكم بأنموذج من محافظة إديالة في سياق التقرير الذي أعده قسم الأخبار في قناة الرافدين الفضائية. دعونا نشاهد ثم نعود. لا لتقطيع الأراضي الخضراء وتوزيعها، الشعار الذي رفعه سكان منطقة حي الصديق الأولى في مدينة الموصل، معبرين عن رفضهم لاستيلاء ميليشيا الحشد على المناطق الخضراء في الحي، بعد قرار صدر من مديرية البلدية بإخلاء الأرض لصالح جهة مجهولة. فوجئ السكان بقرار تقطيع الأراضي الخضراء وتحويلها إلى أراض سكنية بعد أن كانت متنفساً لسكان منطقة حي الصديق الأولى. وقال السكان إن تنفيذ هذا القرار الذي يشمل إزالة المولدات يعني حرمان أكثر من 1600 منزل من الكهرباء دون توفير البديل. فوجئنا بتوزيع المنطقة الخضراء التابعة للحي والتي تحتوي كذلك على 4 وحدات توليدية تغذي ما يقارب أكثر من 1600 منزل ومحل في المنطقة. صدر قرار بإزالة هذه المولدات. زين إذا أزيلت هذه المولدات وين راح تروح؟ وين راح هاي الناس؟ منين تسحب كهرباء؟ لا كهرباء وطني مستقر موجود ولا راح يبقى عندنا مولدة، فهذا يلحق ضرر كبير بالناس. قرار مصادرة الأراضي الخضراء تم على الرغم من وجود مستندات أصولية تثبت عائدية هذه الأراضي للدولة. هذه سندات رسمية ملك للدولة، هكذا تتصرف الدولة؟ زين، هل معتاز الدولة أن تبيع هذه الأراضي؟ وصلت إلى هذا الحد؟ مصلحة المواطن إلى أين؟ زين، أين يذهبون أهل المولدات؟ إحنا في صيف وأناس مرضى وكبار سن وعوائل قانطة، زين، ومستثمر أبو المولدة من البلدية بإيجار شهري زين وسنوي، زين تسحب الأرض منه وتزال المولدة؟ أين الحق يا وزير العدل؟ سكان المنطقة نظموا وقفة احتجاجية طالبوا فيها الجهات الحكومية بمنع عملية الاستيلاء على الأراضي الخضراء ومحاسبة المتورطين بهذه العملية غير القانونية. مشاهدينا نستقبل السيد أبو علي من لندن، تفضل يا أبو علي حياك الله. الله يحييكم، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي هي مو استيلاء الدولة، هي وين أكو دولة؟ ميليشيات جاي تستولي على الأراضي الزراعية وغير الزراعية. نعم. يعني أمس إجتني مناشدة من ديالة. سعد عطيس اسمه، سعد طعيش. نعم. طعيش ما أدري طعيش، حتى أساميهم هم مشكلة. زين طيب، وصباح الزيزي ذولا من عشيرة تميم، ذولا تابعين للمالكي. زين مسيطرين على خاوات، يأخذون خاوات، يأخذون أتاوات من المحلات اللي يردي، الصور اللي يردي يبني بيت يأخذون أتاوات من عدة،
اللي يرد على الجسر ياخذون اتاوات من عنده. هاي السيطره بين بغداد وديالى هم لازميها. نعم. والميت يقتلوه. عمي هي هاي دوله، هي هاي هذا حكم، هذا زين هذا حكم، هذا بالدوره. هاي صار لها ثلاث اربع ايام زين. نعم. عرب جبور، هاي شنو هاي؟ حزب الله وذولاك شرطه الاتحاديه، حتى شرطه الاتحاديه ما نعرف من ميليشيات من هي هاي دوله هي. بعدين هذا هذا رئيس الوزراء ايش كبر اسمه؟ محمد الشاع السوداني. أي. عمي انت شنو انت؟ ما جاي افتهم يعني هذا حزب دعوه، ما يجيبون واحد رجال، ما يجيبون واحد يا اخي يا اخي وطني. يعني احنا ليش وقت هاي صار لنا 20 سنه ليش وقت نطلع من جبان نوقع بجبان، نطلع من عميل نوقع بعميل؟ زين انت شنو انت قاعد بس بس تروح وتصور التصويرات وفيديوهات ياك يا اخي والله والله مشكله مشكله. سيد يعني مشكلة. سيد ابو علي انا طبعا اعتذر من حضرتك لان الوقت انتهى، واشكرك ايضا شكرا جزيلا للمشاركه. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج منبر الرافدين. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.